شارك في حملة رسائل الأخوة الإنسانية بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأخوة الإنسانية في 4 فبراير. تهدف الحملة التي تستمر 24 ساعة إلى مشاركة ملايين البشر حول العالم من خلال كتابة رسائل صادقة إلى إخوتهم في العالم تعكس قيم السلام وتحمل معاني الحب والعدل والمساواة والتعايش والتسامح واحترام معتقد وثقافة وحرية الآخر. للمشاركة في الحملة قم بزيارة موقع الحملة www.humanfraternitymessages.com. سجل بياناتك، تعهد بالالتزام بمبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، اكتب رسالتك ثم أرسل. كما يمكنك الاطلاع وتحميل وثيقة الأخوة الإنسانية.